لو بني يستشهد ابني هذا نميته شقه وامه كمان هيك. لما نميته ما نزلت دمه. لما بتذكره وضع الخيمه مدهور، شوادر كلها طيقه متمسخله. نحن من يوم جينا لحد لهون ما اعطونا خيام بطو. النهار بطلع من الصبح ما بجي اوقات بيعدي للمغرب بس بكون بالمساميك. يعني 5 كيلو بتمشي باليوم؟ عم اكثر من 5 كيلو. هلا عندي ابني حيطه عم يعني بتعلم سلاح مواتي. هلا صار ما بيعطيه بالجمعه 100 ليره. اشتغل من الصبح وقت ما بيجي لأداء العشاء. هذا الوحيد اللي بيقي عنده؟ ما بقي عندي غيره لله. بالمستقبل مثلا بريد مثلا يتعلم يفتح له محل عسكري. السلام عليكم. شلونكم خالتي؟ الله يسلمك. وين العم حاتم؟ الله يتقبل يا رب. صحينا عليه خالتين بعد امرك. السلام عليكم. السلام. شلونك يا عمي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. والله يا عمي هالمره جايينك بس يصدينك بخدمه. انت وابنك يمكن بيشتغل، ابنك الوحيد بيشتغل تصليح الموتورات. فبدنا ما تخجلنا. كفو ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. شوف عمي، نحن في عنا شروه، ملف الحواسات للميتورات. شروة كبيرة، ملفات الحواس للميتورات. أنا وأنت وابنك الله يحفظ لك يا خبرة، صار صح بمجال التصليح، صار له 3 سنين خبرتنا. بصلح ابني؟ إيه بس هيك شيك. شوف الموضوع، أنت خاف والله، خايفين من موضوع الغش، عرفت علي؟ بنروح نصل نص ساعة وبعدين إن شاء الله بنرجعك لهون. كفو، بدنا إياها منك. حط إيدك بإيدي. هذا المحل نحن ان شاء الله عبيناه باذن الله وحولنا هيك مثل ما انت كان على طلبك. ايش كان طلبك؟ طلب يفتح له محل، محل تصليح مواتي. وانت بيع في قطع تبديل ان شاء الله دائما يا محمود. بتضل هيك بتضحك، انت بدك تكون سند باذن الله لابوك، لاني ابوك راح يمسك اداره المحل ان شاء الله، بيع القطع وانت اشتغل بالصيانه ان شاء الله. محل يا عمي؟ ايه والله، الله يسر امرك للوالد. عمي هي بالنسبه لامور المحل، محل صار لك ان شاء الله. الله يديمك ويرحمك. هلا بالنسبه لموضوع البيت، فنحن منتظرين قرارك. والله البيت ما فينا نعتها، البيت ما فينا نترك الخيام هوني. ما فيك تتركه؟ ايش السبب عمي؟ ناسي هوني، قرايبين هوني، كلياتهم كثير.
يعني زارعين خضرة، زارعين ما لك بيت تتركهم؟ ما فيني اتركهم، صلي هلا فيهم شي 7 سنين. هلا عمي بالنسبة لموضوع البيت ما بتعزمنا هيك على كاسة شاي عندك؟ يا ميت اهلا وسهلا. والله على عيني. بس قبل ما نروح بدنا ناخذكم مشوار صغير كمان، بعدين بنروح نشرب كاسة شاي. اتكل على الله. تمام؟ جاهزين يا محمود؟ يلا تفضل. غير يا احسن حال. يا تفضل. تفضل. منزلك الجديد هذا صار يا عمي. انت اصريت ما تطلع. يلا يلا. صح؟ ونحن حولنا شوي نشتغل على البيت. دون يعني تفضل. اعطيني رايك بهالوردات. الله يسلمك. شلونك خالتي؟ الله يسلمك. شلون الوضع يا خالتي؟ الله يعطيك العافية ويطول عمركم، جزاكم الله خير. الله عرفتيهم؟ يا معنى أنا محمود. ما عرفتي؟ أحلى أمي ما صار عنده أصلاً. هو عم يمشي فيه ان شاء الله مبروك. حلو طاوله وكراسي واداره العم ابشر ابشر ان شاء الله. هلا الحمد لله العم ابشر فيه ما عاد يرجع لهذيك المصلحه يعني بطل خلاص يا بني. شغله ابو شفيق والله اهتلت يا هلا صار وقت يرتاح بقى. ان شاء الله. يعني محل يرتاح فرحاني والله. الله يسلمك. الله يسلمك. عفت نفسهم منعتهم من طلب العون، لكن كرمك بالتأكيد ما في شي بيمنعه. تساعدوهم وتغيروا حياتهم للأفضل، فيكم تتبرعوا لصندوق البيوت أسراف.